ونبلش مقطعنا يا شباب. اول شيء نتكلم عن الجيف اوي الجديد اللي راح اسويه. طبعا يا شباب راح اسوي جيف اوي على 3 بطاقات 20 ستور، وطبعا السحب على الجيف اوي راح يكون اول ما اوصل 300 الف مشترك. حاليا عندي 270 تقريبا، يعني ما باقي شيء على 300 الف. فانتوا متى راح توصلوني الى 300 الف راح اسوي السحب. اذا وصلتوني باسبوع بسوي السحب بعد اسبوع، وصلتوني بشهر بسوي السحب بعد شهر، حسب انتوا متى بتوصلوني 300 الف مشترك راح اسوي السحب. وخلونا نبلش بالشروط. والشرط الاول انك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس. وننتقل يا شباب للشرط الثاني، انك تشترك بالقناه الثانيه اللي هي جيمشن وتفعل فيها زر الجرس. بحط لكم رابطها بالوصف او بالتعليق المثبت، فتاكد انك تشترك فيها وتفعل زر الجرس. والشرط الثالث انك تستخدم كود المتجر عندك بالايتم شوب اللي هو YZYZET. هذه هم بس 3 شروط بسيطه، انك تشترك بقناتي YZET وتفعل زر الجرس فيها، والشرط الثاني انك تشترك بقناتي جيمشن الثانيه وتفعل فيها زر الجرس. بحط لكم رابطها بالوصف وبالتعليق المثبت. واخر شرط انك تستخدم كود المتجر عندك بالايتم شوب. طبعا شباب لما تسوي كل هذه الشروط، كل عليك تنزل على التعليقات وتكتب تم، وتكتب حسابك على انستغرام او سنابك او فيس او اي موقع تواصل على اساس اتواصل معك اذا فزت بالسحب. طبعا شباب اهم شيء انكم تكونوا صادقين. طبعا اعرف ممكن ناس تكتب تم وما تكون ما سوت ولا شرط من الشروط، فدائما خليك صادق مع غيرك حتى انه ربنا يوفقك بحياتك، لانه الكذب ما في اسهل منه، اي واحد يقدر يكذب. فخليك صادق وسوي كل الشروط، ولو ما تخلص من كل الشروط اكتب لي تم بالتعليقات، واكتب معاه اي حساب من حساباتك على اساس اني اتواصل معك اذا فزت. طبعا شباب السحب راح يكون اول ما اوصل 300 الف مشترك، فالموضوع عندكم يعني اذا وصلتوني باسبوع او باسبوعين او بشهر او بشهرين، المهم اول بتوصلوني 300 الف مشترك راح اسوي السحب على الجيف اوي على 3 بطاقات 20 ستور. طبعا اذا ستورك كان امريكي بجيب لك امريكي، اذا كان سعودي بجيب لك سعودي، حسب شو ستورك بسالك وبجيب لك. خلونا نبلش بشرح التحديات يا شباب. طبعا شباب التحديات اللي تشوفوها قدامكم هذه 7 تحديات مسربه للتحديات الاسبوع الثاني اللي راح تنزل يوم الخميس، بس احتمال يكون تكون الشركة مغيرة ترتيبهم. يعني مثل ما تشوف انا مرقمهم من 1 لـ7، احتمال السابع يصير رقم 2، احتمال التحدي اللي انا حاط عليه 2 يصير 5. فهمتوا الفكرة؟ فالشركة ممكن تغير ترتيب التحديات، بس التحديات راح تكون صحيحة، فممكن تسويها من المقطع عادي ما راح تأثر عليك، لانه هم نفس التحديات بس الترتيب تغير. وخلونا نبلش بأول تحدي. مطلوب منك انك تدمج السبلاي دروب او الدروب النازل من السماء مثل ما تشوفوا قدامكم كيف تدمجوه. طبعا كم تدمجه كم العدد هو بس انزل التحديات يوم الخميس راح اكتبوا لك كم العدد، 500 او 1000 انك تدمجه. والتحدي سهل ووضحت لكم كيف. والتحدي الثاني مطلوب منك انك تدمج خصومك باستخدام مدفع القراصنه اللي اضافوه مع السيزون الثامن بالتحديث الجديد. طبعا شباب كل عليك انك تستخدم المدفع وتدمج اي شخص من الناس اللي ضدك، فانصحك انك تدخل تيم رامبل اسهل عشان تخلص التحدي لما تنزل التحديات. وهذه افضل طريقه شباب، لانه بتيم رامبل الناس ما تكون منتبه عليك وتقدر تخلص التحدي. والتحدي الثالث مطلوب منك قتل اشخاص بسولتي او بهانتد. على الاغلب راح يكونوا 3 او 2، طبعا راح يكون انك تذبح 3 بسولتي او تذبح 3 بهانتد. والتحدي جدا سهل. وخلونا ننتقل للتحدي اللي بعده. والتحدي اللي بعده مطلوب منك انك تفتح صناديق بمدن مختلفه مسميه بجيم واحد. طبعا احتمال يطلب منك 4 صناديق او 5 صناديق، فكل عليك تروح على اي مدينه عليها اسم وتفتح فيها صندوق. اذا طلبوا منك 5 بتروح على المدينه بتفتح فيها صندوق، بعدين بتروح على المدينه الثانيه بتفتح الصندوق الثاني، حتى تكمل 5 مدن وتفتح بكل مدينه صندوق، وهيك بتكون خلصت التحدي ولازم تسويه بجيم واحد او بنفس الجيم. وخلونا ننتقل للتحدي اللي بعده. التحدي اللي بعده راح يكون مرحلتين، والمرحله الاولى انك تزود دمك باستخدام التفاح اللي تشوفوه قدامكم. وطبعا كم تزود دمك باستخدام التفاح، لما تنزل التحديات راح يكتبوا لك 50 او 100، بعطوك عدد، فكل عليك انك تزود العدد اللي اعطوك اياه. والمرحله الثانيه انك تزود دمك باستخدام الميدكت، برضه ممكن يطلب منك 200 او 150، يعني 150 انك تستخدم ميدكت ونص، واذا طلبوا منك 200 يعني تستخدم ميدكت مرتين. واحتمال يكون في المرحله الثالثه انك تزود دمك باستخدام سلرب جوس، بس اللي مسرب حاليا بس مرحلتين. وننتقل للتحدي السادس. التحدي السادس تحدي هبوط، وهم 5 مراحل. اول مرحله شباب انك تهبط بمدينه ذا بلوك اللي تشوفوها قدامكم. طبعا لما تخلص الجيم اذا مت او انتحرت بس تطلع بعطوك المدينه الثانيه اللي هي داستي، ولما تخلص جيمك المدينه الثالثه راح تكون بولر، وبرضه لما تخلص جيمك تموت او تنتحر المدينه الرابعه راح تكون سنوبي، واخر مدينه يا شباب راح تكون بارادايس بارنز. وهذه هم 5 مدن للتحدي السادس. والتحدي السابع تحدي شوي بده تركيز، مطلوب منك انك تزور الشمال والجنوب والشرق والغرب بنفس الماب. فعشان تسوي هذا التحدي بكل سهوله تروح على مركز المدينة. طبعا مركز المدينة مثل ما تشوف هذا الجبل اللي حددته، فلازم انت بس توقف عنده تطلع اتجاه النورث اللي هو الشمال مثل ما تشوف، وصار اتجاه الشمال مثل ما انا اطلع بالخريطة
راح يكون فوق عند مكان ليزر قديمه. الحاليا مكان قراص انها فكل عليك تزور هذا المكان اللي حددت لكم اياه بالخريطه وتخلص اول منطقه اللي هي الشمال. ننتقل للساوث هي الجنوب. طبعا مثل ما قلت لكم تروح عند حرف الاس، راح تكون يا شباب مثل ما تشوفوا قدامكم راح تكون بلاكي لاندنج او بجانب بلاكي لاندنج مثل ما تشوف، هذا هو الجنوب. طبعا هيك بتكون خلصت الجنوب والشمال، وننتقل شباب للايست اللي هي الشرق حرف الاي. طبعا مثل ما تشوفوا شباب حرف الاي راح يكون هي مدينه لونلي، فبتروح على اللونلي وبتخلصوا المدينه الثالثه. واخر واحده شباب اللي هي الويست الغرب، مثل ما حكيت لكم بتلفوا الكاميرا على اتجاه دبليو وبتكون بسنوبي. يعني هم الاربع اماكن اللي هي مكان ليزر القديم، والمكان الثاني عند لاكي لاندنج تحت، والمكان الثالث راح يكون بلونلي او بالقصر اللي بجانب لونلي، والمكان الرابع راح يكون بسنوبي. هذه هم الاربع اماكن اللي مطلوب منك تزورها بالماب، شمال وشرق وجنوب الماب. وبس شباب هيكون شرحت كل التحديات، اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات راح اساعدكم. وطبعا شباب اتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع انه ينشر بكل مكان وبكل الجروبات حتى الكل يستفيد. واتمنى من كل شخص فيكم حابب يدعم القناه انه ما ينسى يستخدم كود المتجر بالايتم شوب، وهيك بتكون دعمتوا القناه وربي يسعدكم على كل شيء. ولا تنسوا تشتركوا بالجيف اوي وتساعدوني حتى اوصل 300 الف مشترك. وبس شباب صراحه لكم مقطع جيم بلاي، ويلا مشاهده ممتعه.